مرحبا بكم أصدقائي في فيديو جديد. في هذا الفيديو سنعرض لكم الآلات الرائجة الموجودة بصحبة المحترفين. استعدوا للقاء بعض عمال البناء البارعين الذين هم على مستوى آخر. لقد أتقنوا فن العمل السريع والمرضي الذي لا يترك لك أي عذر لتأجيل هذا التجديد لفترة أطول. ولكن قبل أن نبدأ أصدقائي، لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لدعمنا لإنتاج المزيد من الفيديوهات، وهيا بنا لنبدأ. أنا مندهش من الطريقة التي يستطيع بها هذا الرجل إجراء قطع مثالي بمطرقة ومفتاح ربطة. انظروا إلى مدى دقة هذا الرجل في قياسة الطوب ومطابقته للعتبة دون حدوث أي صدع واحد. مهارات هذا العامل تجعل إزالة الإسفلت تبدو وكأنها نزهة سهلة. يعد العمل باستخدام البيتومين الساخن حتى 204 درجة مئوية يومياً بمثابة قطعة من الكعكة لمحترف مثل هذا. لا يصدق، يقوم هذا الفريق بإنشاء أحد السلالم الأكثر جنوناً التي تنزل وتحول المساحة إلى حوض سباحة. كان استخدام مصحح ضخم للحشو السريع أمرا رائعا. يحتاج هذا الرجل للحصول على براءة اختراع لتنقية طلاء المنزل فائقة السرعة. شاهد طريقة هذا الرسام الذكية لتوفير الوقت. لماذا تهتم بالهندسة والحسابات بينما يمكنك إنشاء جهاز توجيه القطع البيضاوي الخاص بك؟ 7 إيجابيات، سجل نظيف، ويأتي حوض سباحة قطره 9 أمتار إلى الحياة. استمتع بمشاهدة أعظم عملية صب للخرسانة قد تشاهدها في حياتك على الإطلاق. سوف يجعلك عمل الفسيفساء الزجاجي الصغير من البيرو ترغب فجأة في إعادة تصميم حمامك. أراهن أنك لم تعلم أبداً أن إزالة الجص من البلاط يمكن أن تكون بهذه السهولة حتى رأيت هذا الرجل أثناء العمل. قام بعض العمال البارعين بإنشاء ممر ثلاثي الأبعاد يخدع السائقين ليخففوا سرعتهم. عندما يتعلق الأمر بطلاء الجدران، يعرف هذا الرجل كيفية القيام بذلك بدون ضرب الفرشاة المزعجة. هذه هي الطريقة التي ينقل بها عمال الحيلة الطوب. مهارة هذا الرجل في تحميل البراميل يجب أن تؤهله إلى الأولمبياد.
ستتعجب في الطريقة البارعة التي يتلاعب بها هذا الفنان بالمعدن مثل الأوريغامي. امنح الرسام الجيد ملعقة وشاهد الرخام الحقيقي يظهر في منزلك. يسمح العمل الملون المثير للإعجاب لعمال البناء الموهوبون بإنشاء أنماط ثلاثية الأبعاد من الرصيف. العمل المتزامن لهذا الطاقم يجعل عبور الحمار الوحشي الأكثر خلوًا من العيوب في العالم. هذا الرجل هنا ليؤكد لك أن أي سجادة ستناسبك تمامًا. لا يمكن لأحد أن يفك دعامات المبنى بأسرع ما يمكن لهذا الموهوب. كن مطمئنًا، فأنت تنظر إلى محترف حقيقي. كمال الإسفلت قادم إلى شارعك قريباً. العمل القوي ملهم دائماً. بعد إتقان تقنية الليزر إلى حد الكمال، يستطيع عامل واحد تنظيف واجهة المبنى أسرع بثلاثين مرة من المعتاد. لا يمكن الحصول على أرضيات خالية من العيوب بدون قاعدة معدة بشكل مثالي مثل هذه. أولاً، انظر إلى ثقة السائق وهو يحرك بهدوء هذا المبنى الضخم مثل المحترفين تماماً. هذا السيد يناسب الصفائح ببراعة لا مثيل لها. براعة هذا الرجل تساوي أكثر من 10 رجال أقوياء. اكتب لنا تقييمك لهذا التأثير المخملي على الجدران لهذا الرسام الموهوب. فقط استخدم العناصر الموجودة في متناول يدك بطريقة ذكية. كان هذا الرجل قادراً على وضع قلبه في البناء بينما يعيش أحلامه في السيرك. لا تحتاج إلى أدوات فاخرة لإتقان التشطيب الخرساني. شاهد العمل الجماعي المذهل الذي يتطلبه إنشاء هيكل قبة معقد. إن سلاسة عمل هذا الفريق مذهلة. هؤلاء عمال تسليم الإسمنت السريع لا يعرفون حدوداً. انغمس في عالم البناء حيث يمكن أن يتحول ما يبدو خاماً إلى شيء ساحر حقاً. وهنا أثناء مناورة هذا بمفرده سيحفر نفقا للمستقبل. لقد حصلنا على العزل المنزلي. إن ملاحظة انحناء هذا الجس هي متعة خالصة.
بالنسبة لأولئك الذين يعتبرون أنفسهم خبراء في مجال الكهرباء، ليس لديك أي شيء عن إتقان هذه المرأة. إن الإعداد الدقيق الذي قام به هذا الفريق يجعل تجميع السلاليم أمراً سهلاً، مثل البناء باستخدام مكعبات الليغو.